السلام عليكم يا شباب. كان عندي سوبريم ارمومايزر سوبريم ار دي تي اي قديم، اوكي. لقيت له بوستلس دك بتتباع لوحدها، هو اصلا بيجي بلاستيك دك. لقيت له بوستلس دك وجبتها، وهنعمل حركة النهاردة. ايه شقاوة بقى، دمش. انا هعمل على الـ RDTA ده بيلد مش، لان مش لازم يبقى عندك مش RTA او مش RDA عشان تستخدم المش. فالهدف من التوتوريال ده او من الفيديو ده ان حتى لو ما عندكش المش RTA او المش RDA you can still do a build using the mesh. ازاي؟ هنشوف دلوقتي. انا عملت النص الاولاني، عنا نطبق فيه لغاية لما خليناه عامل زي الواير، بحيث ان دي تخش جوه البوست وتقرط عليها بالبرغي، وهنعمل واحدة زيها الناحية التانية، اوكي. وسبت التانية اعملها معاكم عشان تفهموا الكونسبت بيمشي ازاي. هنجيب مفك وهنحطه في نص المش من على الحرف هنا كده، ونستخدمه ونشكل بيه التانية. خلاص كده احنا تانينا تانية، وكماشة كده صغيرة. I'm doing this video to show people that you can still use the mesh in your build even if you don't have a mesh RTA or a mesh RDA. We will place the screwdriver in the middle, just eyeball it in the middle, and then bend, and then use the pliers to firm the bend in space. Deck is somehow shallow, so we will clip I'm doing this build on my old Aromamizer Supreme. I found a postless deck for it.
وبكده نقدر نستخدم الماش على اي داك لو اتبعنا نفس الاسلوب ونفس الطريقة اللي انا عملتها في الفيديو ده. بوستلس داك فيلوستي داك انا مجرب الطريقة دي على كذا داك. انا مركب الماش على دروجة اللي هو يعتبر زي الفيلوستي بس وان هول يعني اللي هو فيرتيكال داك يعني. فانت بالطريقة دي ممكن تستخدم ماش على اي RDA او اي RTA او whatever خلاص يعني it's not exclusive anymore ان انت you have to buy a mesh RTA or a mesh RDA. You can use this on any deck following the same steps whether you're using it on a velocity deck on one hole vertical deck whatever it's gonna work. If you follow the same steps you can install your mesh wires on any in any post hole. Okay, and I will do further more videos for other decks. Onigun. Okay, كده احنا خلصنا. وكده المش بتاعنا بيجلو زي الفل من جوه لبرا. Perfect. تمام ده كده جاهز. حط عليه قطنة تمام ده كده جاهز هنحط عليه قطنة ووريكم بقى الأداء هيبقى عامل ازاي. This is our wick. كده احنا جاهزين نركب القطن.
كده احنا جاهزين نعمل برايمنج للقطنة، نعبي ونركب التانك ونعبي جوس ونخبط ونشوف. الافتكاسة دي ستنجح ولا لأ؟ كده عملنا برايمنج خلاص. شغالة زي الفل، مزيكا. طيب نطلع فوق عشان ناخد السايد فيو وتشوفوا الكراوند برودكشن. اوكي سي يو اب دير. رجعنا يا جماعة، الاوم قال 8.31 واحنا شغالين على 45 واتس. Not bad. Now we can use the mesh on any deck. You don't have to have a mesh RTA or a mesh RTA. خلاص الموضوع مش حصري. انت بالطريقة دي ممكن تحط المش واير ده على اي دك، whether it's a postless deck, goon deck, velocity deck, it will work. If you follow the same steps, you can use the mesh on any RTA or any RDA. And you will get very good results actually. There is another way ان احنا نستخدم المش ده في تانك برضو على regular tanks بطريقة مختلفة خالص. ان احنا هنلف المش RTA نطبقه على بعضه وبعدين نشكله زي شكل الكويل العادي خالص. يعني we will fold the mesh into several folds and then jig it into a regular coil. Let me give you an example. This is the width of the mesh. We will then fold it into two, maybe even fold it into four.
I'll do a separate video on it. And then after that, just coil it and stuff the cotton inside. زي الكويل العادي خالص. هنرولو هنلفه وبعدين ندخل جوه الرولنا زي الكويل العادي بالظبط. هعملكوا فيديو مختلف تاني عليه. بس المفروض تكون الفيديو ده عرفتوا ازاي تستخدموا المش وكل واحد وابداعاته بقى. يعني الفكرة حطيتكم على اول طريق كل واحد يبدأ. See you soon in another video. Take care. سلام.